في لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا على القبور، يقول: إذا رأيت شخصا قد فعل ذلك فهل أبادره باللعن؟ إذا كان جاهلا بين له أول، بين له أول وانصحه في ذلك وبلغه به، قل هذا حديث الرسول، لا تقول أنا، لا تلعنه أنت، بلغه بحديث الرسول أنه لعن كذا وكذا. نعم.